من الأكارم وين ما تكونون، بلشنا وياكم بحلقة جديدة من حدوتة تذاكروس. تعالوا نتعرف على مثل حلقتنا لهذا اليوم اللي يقول البطن بوستة. أكيد هذا المثل بأبعاد مختلفة وجوانب مهمة راح نتعرف عليها بمشوارنا لهذا اليوم. ولا تنسون تقدرون تشاركونا دائما من خلال أرقامنا اللي ظاهرة أسفل الشاشة، والإجابة راح تكون عن طريق الواتساب، وأيضا جوائزنا قيمة تستحق المشاركة اللي قدرها 5 مليون و3 مليون. أبو المثل ما خلى شيء وما قال من الأمثال الشعبية العراقية، لذلك إحنا اليوم راح نتحدث بمثل حلقتنا اللي يقول البطن بستان. أكيد أرحب بالبداية مع الأستاذ منذر عبد الحر الشاعر، حياك الله ورمضان مبارك عليكم. رمضان كريم عليكم وكل عام وانتم بخير. بخير يا ربي. وأكيد مع الموسيقار الرائع دائما أستاذ نجاح اللي يضربنا بالأغاني الجميلة العراقية التراثية. يسعد أوقاتك أستاذ نجاح. حياك الله ورمضان كريم عليكم وعلى شعبنا العراقي الحبيب. يا اهلا وسهلا بك. اذا مشاهدينا تعالوا نتعرف على مثل حلقتنا لهذا اليوم اللي يقول البطن بستان. اكيد بالبدايه راح تكون معاك استاذ منذر. طبعا هذا المثل جميل والبعض راح يربطه ايضا بدور المراه او السيده لما بعمليه الولاده. ممكن دائما اختلاف التشابه ما بين الابناء، ودائما يقولون البطن تجيب اشكال والوان، فبعض الاحيان نشوف مثلا اولاد كلهم اذكياء ممكن يطلع واحد اقل مستوى من عندهم، او كلهم مثلا يحبلون اختلاف بلون البشره وواحد ممكن يكون هو ايضا يختلف عنهم. نبدي نتحدث من هذا الجانب، وبعدها سنأخذ أيضا جانب التنوع المهم في داخل المجتمعات. شكرا لك، شكرا جزيلا. الحقيقة إحنا هذا التنوع بالأمثال اللي نأخذه في كل حلقة، مع إشارتنا إلى أن هناك عشرات الآلاف من الأمثال طبعا التي لا يمكن أن نضع أيدينا عليها كلها، لذلك اختيارنا لهذه الأمثال يصف في قضايا مهمة وجوهرية تتعلق أولا بالمجتمع و بالإنسان بشكل عام. لا. الحقيقة البطن بستان إشارة إلى رحم المرأة الذي يضم الحياة بإطارها الأول وبتكوينها الأول، وهي تضم كل شيء. قرنت بالبستان لأن البستان أيضا يضم كل شيء. البستان فيه كل النباتات، ورب العالمين سبحانه وتعالى جعل الكون هذا في هذا الانتظام الغريب الذي لا يمكن دراية أو الوضع اليد على هذه الدقة العالية في انتظام الأشياء والكائنات كلها في الكون لتكون كما هي عليه، ويكون الإنسان جزءا صغيرا منها فاعلا فيها. البستان أخذ المثل هكذا لأن البستان يضم أشياء كثيرة، يضم الأشجار العملاقة مثل النخيل والأشجار المعمرة، وأيضا يضم الزهور والأعشاب الصغيرة، ويضم الأعشاب الضارة والنافعة معا. طيب. لكل وظيفته. أيضا البستان فيه بعض الكائنات الحية التي تعيش فيه، من طيور إلى حشرات إلى زواحف إلى الكثير من الكائنات. لذلك أخذ المثل هكذا ليدل على التنوع في الطبيعة، هذا التنوع المتناغم الذي يعتاش شيء منه على الآخر ويكونون العالم الذي هم فيه على شكل بستان يضم كل الأشياء التي ممكن أن نراها. وأيضا رحم المرأة ممكن أن يخلق فيه الكائن الجيد والكائن غير الجيد، وأيضا الإنسان كما أشرت إلى البشرة المختلفة والصفات المختلفة، وبالتالي تنشئ الحياة هكذا وكما هي نتعامل فيها بالمجتمع. طيب. بيننا نتحدث عن التنوع داخل المجتمعات. نعم. وأهمية دائما وجود التنوع في المجتمعات العربية وحتى أيضا المجتمعات الأوروبية، هنالك تنوع بها من حيث اللغة، من حيث البشرة، ولكن البعض يخلق نزاعات إذا كان هنالك تنوع، والبعض الآخر يتفاخر بالتنوع داخل يعني داخل بلده. أريد نربط الموضوعين، ليش البعض يكره التنوع والبعض الآخر يتقبل التنوع داخل بلده؟ الحقيقة التنوع ظاهرة ممتازة، وحتى لو كانت فيها اختلاف في وجهات النظر. نعم. التنوع العرقي يجب أن ينبني على جانب من المحبة،
أنا أنتمي إلى الجهة الفلانية يجب أن أحترم الجهة الأخرى، هذا على الجانب التنوع العرقي. التنوع البيئي هناك، هناك التنوع الثقافي، هناك التنوع الفكري بين الناس. التنوع الفكري يجب أن يكون ينطلق من مهمة تقبل الآخر مهما كانت أفكاره معارضة لنا. أحياناً البعض يتعصب كما أشرت إلى فكرة ما، إلى مذهب ما، إلى رؤية ما، إلى دين ما، إلى عرق ما. هذا التعصب هو مرض وليس قيمة مضافة إلى قيمته أو وضعه الاجتماعي أو الإنساني. الإنسان كلما استطاع أن يستوعب الإنسان الآخر، سواء اختلف في معه في الرأي أو في الفكرة أو في العرق أو حتى في المستوى المعاشي، هناك فوارق طبقية بين الناس، علينا أن نتقبل الآخر بما هو عليه وأن نتحاور دائما للوصول إلى النتيجة الإيجابية حتى نستطيع أن نتعامل مع بعض بشكل سليم يضمن لنا أن نعيش كما أرادنا الله تعالى مختلفين، ولكن نعيش في بيئة واحدة ونتعاون بمحبة وتسامح وسلام يضمن لنا سير الحياة بشكل طبيعي. نعم، جميل جدا اليوم انه احنا خاصه بالعراق انه نحافظ على ديمومه هذا التنوع عندنا بين مختلف الاديان والعقائد والمذاهب، فلذلك هذا ما يميز بلدنا. الحب اللي موجود داخل بلدنا هو هذا نقطه جدا مهمه، واكيد انه احنا كمجتمع عراقي نفتخر بهذا التنوع اللي عندنا، ونتمنى دائما ان يكون هنالك حفاظ على هذا التنوع. استاذ نجاح، شنو حاب تسمعنا؟ انا قبل ما اسمعكم أحب أقول الحب يصنع السلام. نعم. إذا كان هناك حب حقيقي نابع من القلب، يعني تقدرين أنت تتطورين حتى في بلدك إذا كان هذا الحب بين الناس. تلاحظين شلون؟ شوفي، لاحظ من الناحية الفنية إحنا نقول هناك باختلافات بالوجه بالعقيدة بالكذا، ولكن بالموسيقى كل العالم تجتمع بالموسيقى على النوطة الموسيقية يتوحدون. تلاحظيها يعني النوت الموسيقية إذا أنا أكتبها، يعني الإنسان بأوروبا يعزفها مثل ما إحنا نعزفها. هي الموسيقى لغة السلام. هي لغة السلام. أكيد أكيد. راح نسمعكم أيضا أغنية من التراث العراقي. يلا نسمع. داري داري أنا 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 داري بلي بلي ما ولا أسمر، أنا أنا حيران داري داري أنا 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 داري بلي بلي ما ولا أسمر، أنا أنا ولا يا أبو يا أبو حجول الفوضى طرفك علي لا تغوضى، الواشي يعمل بغوبضة وحيران، يا أبو يا أبو حجول الفوضى طرفك علي لا تفوضى، الواشي يعمل بغوبضة وحيران، داري داري أنا 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 داري بلي بلي ما ولا أسمر، أنا أنا حيران يا أبو يا أبو تراكي ذابي عذبت بيهن قلبي وياك ما يكون فعاتبي وحيران، يا أبو يا أبو تراكي ذابي عذبت بيهن قلبي وياك ما يكون فعاتبي وحيران، داري داري أنا 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 داري بلي بلي ما ولا أسمر، أنا أنا ولا واقف واقف على المسعودي يا مان أمان، واقف
وقوف على المسعود يا مان مان، ظفر قصايب سودي يغني ويدق بالعودي، يغني ويدق بالعودي، وحيران داري داري أنا 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 داري بلي بلي بها ولا أسمر، أنا أنا ولا أنداري داري أنا 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 داري بلي بلي بها ولا أسمر، أنا أنا حيران. الله الله، شكرا لك أستاذ. أود بالحديث معك يا أستاذ منذر، ونتحدث عن مثل حلقتنا لهذا اليوم اللي يقول نعم. البطن بستان، ومثل ما تعرف أبو المثل ما خلى شيء وما قال يعتب عليه من الأمثال الشعبية، لكن إحنا نحاول نلخص هذه الأمثال ونقدمها إلى المشاهد كي تعم الفائدة للجميع. نعم، الخصوصية التجربة الإنسانية لدى كل مجتمع أو فرد. نعم، أحياناً يسقط البعض بوهم أنه حين تخرج إلى مجتمع آخر، مثلاً أستاذ نجاح أو أي معني بالفن والتراث والأدب، يذهب إلى مجتمع أوروبي يحاول أن يناغمهم على اعتبار أنهم أوروبيون، ويريدون أن يصل إليهم هذا المطرب أو هذا الفنان أو هذا الأديب، فيصل إليهم من خلال تراثهم. هذا الوهم الكبير الذي يسقط فيه البعض. الخصوصية مهمة، والحقيقة عندما منح الأديب الكبير المصري الكبير نجيب محفوظ جائزة نوبل للأدب، وهو العربي الأول والوحيد الذي حصل على هذه الجائزة عام 1988، كانت لأنه نقل البيئة المصرية بشكل دقيق إلى العالم. جميل. أخذها لأنه ينتمي إلى 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 حالة معينة، إلى إلى تراث معين. خصوصية التراث هي التي نقلته إلى العالم، وليس كما يسعى البعض إلى أن يتمثل تراث غيره بأدائه للمجتمع الآخر. لذلك أؤكد على أن الإمساك بالخصوصية ودهشة العالم أزاءنا تأتي من خلال تبنينا هذه الخصوصية التي تتمثل بالتراث العراقي المحبب لدى المجتمعات الأخرى، وأيضا كل الأشياء الأخرى، وليس التراث حصرا، وإنما كل ما ممكن أن يمارسه الإنسان لا يتعارض مع قضية الاختلاف والتنوع التي نحن بصدد الحديث عنه. حضرتك تحدثت عن الخصوصية، والخصوصية هي تعتبر جزء مهم جدا في حياة الإنسان. يعني شنو فائدة الإنسان إذا ما عنده خصوصية بحياته؟ نعم. فأكيد يعني هنا الحياة راح تكون مباحة للجميع، وبالتالي راح يكون بنيانها هش وقابلة للهدم بصورة جدا كبيرة. اليوم احنا نشوف من خلال يعني مواقع التواصل الاجتماعي واستخدام الكثير من الأشخاص لهذه المواقع موضوعة الشهرة والبحث عن طريق الشهرة بمختلف الأشكال، ومنها تصل إلى مرحلة فقد الخصوصية وتعرض حتى الأولاد والعائلة والبيت والمقتنيات اللي داخل البيت أمام الملأ. طيب هنا نريد نتحدث عن هذا الموضوع ومدى تأثيره في المستقبل على هذه العائلة التي دائما تكون مباحة للجميع، ما عندهم أي خصوصية بالحياة إذا ما عرضت للعالم أجمع. الحقيقة الخصوصية التي نتحدث عنها تقودنا إلى هوية الإنسان وهوية المجتمع وهويته في أزاء الآخر، الأشياء الأخرى التي ممكن أن تهدد هذه الهوية. نحن نشاهد بعض الأحيان ما أشرت إليه في مواقع التواصل الاجتماعي، بعض الظواهر السيئة التي تحاول أن تكتسب الشهرة، والشهرة ليست هي المسعى النبيل لكل إنسان، لأنه قد تأتي الشهرة على فعل فاحش، فعل سيء، فعل مسيء للمجتمع، وبالتالي تكون شهرة معكوسة، شهرة البذاء، شهرة البذاءة وشهرة السوء وشهرة اختلال الهوية هي شهرة تؤدي إلى نتائج معكوسة والنتائج غير جيدة، وتترك آثارا سيئة جدا سواء في العائلة أو في المجتمع أو في من يتصدى ويتعامل مع هذه الظواهر السلبية التي تظهر لنا في وسائل التواصل الاجتماعي. الحقيقة علينا جميعا أن نتمسك
بخصوصيتنا الإنسانية والمجتمعية، وأن نحافظ على هويتنا التي تشكلت من مقومات عديدة، منها الالتزام، الخصال العربية المعروفة التي جبلنا عليها، علينا أن نحافظ عليها. هذا الأمر لا يجعلنا بعيدين عن ركب التطور في العالم، بالعكس أكيد احنا يحفظ لنا أساسياتنا، يحفظ هويتنا، يحفظ أسلوب تعاملنا مع الآخرين، وبالتالي يكسبنا احتراما مضافا لأن نحافظ على هذه القيم التي يجب أن تسود، ويجب أن نخلص المجتمع ونخلص وسائل التواصل الاجتماعي من كل هذه الظواهر المسيئة والمشينة، والتي تترك آثارا سلبية مدمرة على العائلة العراقية وعلى المجتمع، وبالتالي تخلق الفوضى التي تهدم الكيان الحقيقي للهوية العراقية والعربية. يمكن شاهدنا فعلا الفوضى اللي حدثت في مجتمعنا نتيجة اختلاف بعض الآراء من قبل البعض على أنه هو يطلع بطريقة معينة على السوشيال ميديا، البعض يطلع بطريقة حتى معيبة، وهو يسيء لمجتمع بأكمل تحديدا لما تتعرف على هويته أنه هو عراقي ويطلع بهذه التصرفات الغير لائقة. لكن أكيد لابد اليوم أنه إحنا فعلا كان هنالك حد لوقف هذه التجاوزات على المجتمع العراقي. طيب الحديث أخذنا إحنا طبعا، وأكيد حدثنا عن جوانب هذا المثل، لابد الآن نسمع شيء من حضرتك. إن شاء الله إحنا عندنا البطن بستان، يعني الصفات الإنسان مرات كومية. غناها الفنان الكبير ناظم الغزالي، يعمل لعبت به شموله شمائل، يعني الشمائل، نعم، الصفات الإنسانية. يا من لعبت به شموله، يا من لعبت بي شمول، ما ألطف هذه الشمائل، ما ألطف هذه الشمائل، نشوان يهز دلال، نشوان يهز دلال، كالغصن مع النسيم مائل، كالغصن مع النسيم مائل. يا من لعبت بي شمول، يا من لعبت بي شمول، ما ألطف هذه الشمائل، ما ألطف هذه الشمائل، نشوان يهز دلال، نشوان يهز دلال، كالغصن مع النسيم مائل، كالغصن مع النسيم مائل، لا يمكنه الكلام لكن قد حمل طرفه رسائل، لا يمكنه الكلام لكن قد حمل طرفه رسائل، ما أطيب بحدنا وأغنى، والعاذل غائب وغافل، ما أطيب وقتنا وأهنى، والعاذل غائب وغافل، والورد على الخدود غض، والنرجس في العيون ذابل، والعيش كما نحب صاف، والأنس بما نحب كامل. يا من لعبت بي شمول، يا من لعبت بي شمول، ما ألطف هذه الشمائل، ما ألطف هذه الشمائل، نشوان يهز دلال، نشوان يهز دلال، كالغصن مع النسيم مائل، كالغصن مع النسيم مائل. الله، شكرا لك استاذ نجاح، ابدعتنا بهذه الاغنيه. اكيد احنا مشاهدينا راح نكون مستمرين معكم بحتوتة زاكروس. احب اذكركم بمثل حلقتنا لهذا اليوم اللي يقول البطن بستان، شنو المثل العربي القريب على مثل حلقتنا.
تقدرون تتواصلون معنا من خلال الأرقام اللي ظاهرة أسفل الشاشة، والإجابة راح تكون أكيد عن طريق الواتساب. نتمنى أن دائما تقضون معنا أوقات سعيدة، وأيضا كل الحلقات والأمثال اللي نقدمها لكم تستفادون من عدها. نروح الفاصل بعدها راجع لكم. رمضان كريم علينا وعليكم أعزائنا المشاهدين مشاهدين الذاكرة الفضائية. اليوم احنا جايكم بمثل جديد يقول البطل بستان. خليكم ويانا حتى نعرف هذا المثل شنو قصته وشنو السالفة اللي طلعت من وراء. أكيد خليكم ويانا وبقوا متابعين. طبعا رحم الام من خلال الاطفال، يعني الزين والموزين عن طريق الام، اي عن طريق بعدين التربيه التركيز بيها. بطل بستان مثلا تجيب 10 تجيب 5 تجيبها ما يطلعون مشابين. بطل بستان يعني قصدون المربي. طبعا البستان كل شيء ينزرع به فواكه وذني السوالف وخضروات وهاي، فالبطن هم تاكل الفواكه والخضروات وهاي، فلذلك كل شيء تسحق، لذلك يسمون البطن بستان. الحيل باللقمة، إذا تاكل زايد راح تسمن وصير عندك نشاط وصير عندك حيوية، تحب الحياة، تحب المشي، تحب كل شيء، فالأكل يسوي وهز بالحياة. قصدون بالأكل شانه؟ يعني أنا حسب ما أسمع أنه هو الأكل يعني. رحم المرأة كل بستان، يعني طلع لك أشكال يعني الصالح والمصالح والولد الشاب والبنت ولا. يعني هذا المثل يستهدف بس المرأة قصدك؟ إيه. اي بس المرأة اللي تنجب الاطفال من يكبرون راح تجيب الزين والمو زين، مو هذا القصد؟ اي فهي فعلا المرأة بستان تخلف الاولاد والبنات، فعجبا من يكبرون يصونون هاي الخلفة مع المرأة، لو يطلع بهم واحد مسيء واحد اعوج واحد منا اي فما بهم زين، بهم زين ومو زين. يعني أنا اللي أعرفه يعني ما أعرف بس هاي إنه البطن أكيد هي مثل البستان، كل شيء إحنا نأكل نخلي بالبطن، فيه أكيد يعني، بس هذا اللي أعرفه بعد ما أعرف. من جديد مشاهدينا الأكارم، مثل ما تعرفون إنه إحنا دائما لابد إنه نتوقف ونتعرف على قصة مثل حلقتنا لهذا اليوم. هذا المثل ما إجا يعني اعتباطا إلا ما بنى على قصة معينة أو حدث معين صار خلال الحقبة الماضية. أكيد إحنا نتحدث بمختلف الجوانب اللي ترتبط بمجتمعنا بالوقت الحالي أو بحياتنا اللي عايشيها، لكن لابد أنه أيضا نعود إلى الماضي ونتحدث عن أساس هذا المثل ولماذا أيضا انقال بهذا التحديد. وأكيد رح نتعرفون على قصة مثلنا مع الأستاذ منذر. أستاذ منذر شكرا جزيلا، حياك الله. القصة نعم. حابين نعرفها من حضرتك نعم. على مثل حلقتنا لهذا اليوم اللي يقول البطن بستان. البطن بستان هي قول نعم. لامرأة كانت تتباهى وتفخر بأن بناتها من البنات المتنوعات في الجمال وفي الصفات الجيدة نعم. ودائما تتحدث عنهن بتفاخر وتقول بناتي كل وحدة تتحلى بصفات جميلة لأن يا يما البطن بستان تنتج كل الأشياء الجميلة وهي تحوي كل الأشياء الجميلة، مثل ابنتي التي اسمها سحر وهي كبرى بناتي تتحلى بصفات حيوية وصفات محببة للآخرين، دائما خفيفة الظل، تتعامل مع المشاكل بتبسيطها وبحلها بالطريقة جيدة، لذلك نجحت مع عائلتها واستطاعت أن تكون أسرة محترمة، أسرة جميلة، أسرة متعاونة متحابة بين أفراد العائلة. أما ابنة الأخرى التي مثلا اسمها نغم، هذه البنت هي شابة جادة و
محافظة واستطاعت أن تحافظ على عائلتها في ظروف معقدة مرت فيها العائلة، واستطاعت أن تنجز أشياء مهمة حتى تكون ديمومة علاقات الأسرية بشكلها الأمثل، لذلك نجحت في حياتها الزوجية واستطاعت أن تحافظ على أولادها وزوجها وأسرتها. أما ابنتي الثالثة التي اسمها أمل، هذه البنت أيضا ابنة جادة استطاعت أن تنجح في حياتها العملية رغم كونها موظفة، إلا أنها تستطيع أن تؤدي واجباتها البيتية وأيضا تستطيع أن توفق بين عملها في الدائرة وعملها في البيت، وأن لا تقصر في جانب منها لأنها استطاعت أن توفق في وقتها وبالتالي نجحت. وكل هؤلاء أبنائي بناتي أنا أفخر بهن، لأن البطن البستان التي أنتجت هؤلاء البنات الفاضلات الجميلات التي أفخر بهن هي جاءت من هذه البطن التي حملتهن وقدمت لهن كل أشياء التي الصفات التي حملتها من خلال أسرة طيبة ومن خلال مجتمع طيب. هذا الأمر والمباهاة الحقيقة الحديث عن تكامل الأسرة، نشأت في بطن واحدة إلا أنها استطاعت أن تكون زهورا طيبة تنفع في المجتمع وتفيد في علاقاتها سواء مع بعضها أو مع أبناء المجتمعات الأخرى، لذلك أخذ المثل على هذا القياس، وإذا به البطن بستان إنها تضم الأشياء الجيدة. وأيضا نحن نضيف إلى هذا التنوع كل الأمور التي ممكن أن تجمع المجتمع وتقدمه بما هو عليه، بل بالكمال الذي خلقه الله سبحانه وتعالى للكون لكي يستقيم بهذا التنوع وهذا الاختلاف الذي أوجد سبل الحياة الجميلة وأوجد العلاقات الإنسانية المبنية على المحبة والتسامح والتراحم التي خلقت السلام بين المجتمعات وجعلتنا نعيش بهذا البستان الجميل من العلاقات الاجتماعية الإنسانية المختلفة. بالنهاية كل أم دائما تفتخر بأولادها، وخاصة لما تكون هذه البذرة نافعة وجيدة بالمجتمع ومعطاءة بالحقيقة، فدائما نشوف الأم تفتخر بأولادها. الله يحفظ كل الأمهات ويحفظ كل الأولاد ويحفظ كل الآباء. طيب أستاذ نجاح، ايش حابب تسمعنا؟ راح أغني لكم من تراث الفنان ناظم غزالي أغنية أحبك وأحب كل من يحبك. الله حلوة. أحبك وأحب كل من يحبك، أحبك وأحب كل من يحبك، وأحب الورد جوري عبنا بلون خدك. أحبك حبيت ورد الرمان وخدك شقايق نعمان، حبيت ورد الرمان خدك شقايق نعمان، حبيت عود الريحان حبيت عود الريحان ميال يشبق قدك. أحبك أحبك وأحب كل من يحبك، أحبك وأحب كل من يحبك، وأحب الورد جوري عبنا بلون خدك. أحبك هو الليالي القمرة وهو الورد بحمرة، وهو الليالي القمرة وهو الورد بحمرة، وهو عيون الخضرة أهو عيون الخضرة، ربك جماع عندك. أحبك أحبك وأحب كل من يحبك، أحبك وأحب كل من يحبك، وأحب الورد جوري
عبنا بلون خدك احبك. الله الله، شكرا لك استاذ نجاح، نورتنا لهذا اليوم واستمتعنا بهذه الاغاني التراثيه العراقيه. اتمنى لك يا ربي نهار سعيد واوقات سعيده، واكيد كل الشكر لك استاذ منذر، نورتنا واوقاتك سعيده برفقه ايضا العائله لتكمله الاجواء الرمضانيه لهذا اليوم. مشاهدينا الاكارم، طبعا احب اقدم كل الشكر لمطعم وكافيه هدوء على استضافتهم لنا بحدوته زاكروس. انتظرونا غدا بنفس الموعد وحلقه جديده، الى اللقاء.